شؤون لبنان. هدف اليوم تواجدنا قدام السفارة الفرنسية هي لنوجه رسالة لكل تدخل أجنبي، نحن رافضين أي تدخل أجنبي يتدخل بحلول وطننا، نحن عم ناخذ مسار البلد على الصح، نحن بدنا نصلح، نحن بدنا استقلال مزبوط، نحن نرسمه بإيدنا مش يرسم لنا إياه أي تدخل أجنبي، وهيدي الوقفة اليوم لنأكد على مطالبنا إنه نحن بدنا تكون ثورتنا لبنانية وبس.